بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية لا شك أن أسجل اعتزازي أن أكون متكلما بين عمالقة من عمالقة ورموز من رموز العمل البرلماني الدكتور أحمد المليفي وأبونا وأخونا العود أحمد الشريعان، الله يحفظكم لما فيه خير لصالح هذا الوطن. ولا شك أن أحيي إخواننا الحاضرين في مقركم ومقر الحركة، لنحاول جاهدين أن نوصل رسائل إلى السلطتين، لأن الأمر انحرف عن مساره، خصوصاً إذا علمنا أن مجلس الأمة في الآونة الأخيرة أصبح مجلساً يضرب الدستور ويضرب كل مقومات الرقابة منذ سنة 2013 وحتى هذه الساعة. الحكومة فشلت في خطة التنمية ووضع خطة وبرنامج واضح، ومن حق النائب ومن حق مجلس الأمة أن يحاسب الحكومة على هذا الخلل. ولكن وجدنا منذ مجلس 2013 بأن هناك مبدأ عجيب وغريب، ألا وهو أن مجلس الأمة سيد قراراته في شطب الاستجوابات. شطب استجواب أو شطب بعض محاور استجواب الأخ رياض العدساني في مجلس 2013، والآن شطب بقرار من لجنة تشريعية بأن استجواب دكتور القانون عبد الكريم الكندري في لجنة ما فيها لا قانوني واحد ولا دكتور واحد. فأنا يكون هذه المقارنة الغريبة في أن دكتور يضع محاور استجواب ولجنة تشريعية ليس فيها قانوني واحد يقول هذا الاستجواب غير دستوري. المصيبة الكبرى أن مجلس الأمة أصبح يمزق الأمة من خلال ضربة للمادة السابعة من الدستور التي تنص على العدل والمساواة، والمادة الثانية اللي هي المادة 8 من تكافؤ الفرص. فأصبح مجلس الأمة يستغل صلاحياته من خلال إنجاز أعمال لقبيلة لطائفة لشريحة وإلى آخره من أجل مغازي انتخابية. اختزل مجلس الأمة أو اختزلت الكويت فقط في الانتخابات والمآرب الانتخابية. وفي دراسة نشرت في 2018 أوضحت أن 80% من نواب مجلس الأمة يمارسون اللعب في المعاملات، وهذا الأمر خطير. أن يضرب المجتمع الكويتي من قبل نواب كان المفروض أن يمثلون الأمة بأسرها وليس مجموعة قليلة. والغريب والأغرب أن مجلس الأمة أصبح أداة من أدوات تنقيص عيش المواطن وخداعه. بالله عليكم، هل شهدتم في العالم مجلس أو برلمان يكذب؟ هل شهدتم في يوم من الأيام برلمان في العالم يخدع، يراوي، يداهن، يعطينا على قد عقلنا؟ هذه في 2016 أو تحديداً 2015 في غلاء البنزين. اسمع إيش قال وعرب مرزوق، أن الحكومة ستعوض المواطنين الكويتيين ارتفاع أسعار البنزين الذي جاء بعد رفع الدعم عن الوقود. قالوها، اتفق مع الحكومة والناس تبشرت خير، قالوا يمكن يعدلون، ولكن للأسف ليموها شوي، قولوا احتمال، لا تقولون والله وصلنا القرار وإن شاء الله وخلاص الحكومة راح تسوي، قول يا رقعوها شوي. ولكن الخداع بهالطريقة هذا أمر غريب. ثم بعد ذلك يقولون هذه الحكومة زينة، حكومة إنجاز. الوزير العفاسي يصرح
بأن هناك ما يقرب 2.4 مليار دينار اختلاسات من المال العام، والمصيبة الكبرى ولا أحد حاسب أو سائل. ورئيس الحكومة يطلع في خطابه ويقول لك كلام عجيب غريب، ورئيس مجلس الأمة يطلع في كلامه يقول الشعب الكويت لا تتذمرون. سؤال، الخطاب اللي قاله رئيس مجلس الأمة يمثل الحكومة ولا يمثل الأمة؟ أنا ما عارف يعني ايش اللخبطة اللي قاعدة تصير عندنا، لخبطة غريبة. بل والأقسى والأمر، قضية هزت الكويت، هزت الكويت بدفع أكثر من 2 مليار في قضية الداو. أحد عرف شو القصة؟ منو متسبب؟ منو مهبب؟ منو اللي دمر؟ وثم بعد ذلك يقولك والله احنا نمثل الأمة. أي تمثل الأمة؟ أنتوا في يوم من الأيام قررتوا قانون العزل السياسي الذي يضرب ناس معينين، رجالات قدموا للكويت. أيستوي المجرم بالأمين؟ أيستوي الخائن بالغادر؟ أيستوي أناس يحولون للنيابة الآن ممثلين في البرلمان، ورجال مثلوا الدولة ومثلوا البرلمان بأجمل صوره من تفعيل دور الرقابة الآن مهجرين وبعضهم مسجون؟ هل يستوي هذا بذاك؟ هل يستوي يعقل أن بلد بهذه الطريقة؟ إذن هذا مجلس الأمة يجب أن يعي أن لا يمثل الأمة أبداً، ولا أقول الكل بل البعض فيهم لا رجالات. والأغرب إنما تعرض له النائب السابق صالح الملة من هجوم من بوتات معلومة المصدر معروفة الأشخاص قذيرين كقذارة من آمرهم، ولا أحد من نواب مجلس الأمة استنكر مثل هذا الفعل القبيح، ولا أحد تكلم قال يا جماعة ترى يوم الأربعاء ترى في احتجاج صرخة مواطن. فهل هؤلاء هم نواب أمة؟ أشك في ذلك. ولكن نطلب كما طلب الدكتور الفاضل من سمو الأمير أن يعجل في إنهاء هذا الهم الذي غم الكويتيين، ولتذهب هذه الحكومة وتأتي بحكومة تمثل حقيقة تطلعات المواطن الكويتي وتطلعات الكويت، وهذا أقل شيء يقدم للكويت. وأطالب أكثر بذلك أن يحول بعض المسؤولين الموجودين إلى النيابة، ولا أسف على ذهابهم أبدا. وشكرا لكم أجمعين.